يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أنا طالب علم مبتدئ في طلب العلم، وقد أخبرني بعض الموسرين وقال لي: تفرغ لطلب العلم وتحصيله وحفظه، وأنا سوف أكفيك المؤونة من الإعاشة والسكن وكل ما تحتاج إليه. السؤال: هل أستجيب له وأتفرغ لطلب العلم، أم أنني أبحث لي عن وظيفة أستعين بها على طلب العلم فأجمع بينهما؟ أي نعم، كونك تبحث عن وظيفة وعن عمل تجمع بين طلب الرزق وطلب العلم أحسن لك من أن واحد يمن عليك. نعم.